الآن الجدايل مثل العواقب اعتادا. أكبرت بحسنها اللي وصل حدا تاخذ العقول وتطلع محلاها هالعروس اللي بدت كنها وادا راوية من منبع العز مرباها الجدايل مثل العواد معتادة يا سبحان من خلقها وأعطاها الله 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 العروس روان والحسن له جندا شفناها والرمش والقد وخطاها بنت الأجود اللي بساعة الشدة يبذلون عز الأشياء وأغلاها بنت أبوها اللي عطاياه ممتدة أمها اللي جودها تاجي إعلاها يلعب العب العب فرحوا القروم اللي لهم طيب ومودة لا توزعت على الدنيا تملاها طيبين الفال وفروعهم عدة طب الأصل والفروع وزواياها والقوافي للعريس وقفت عدة محمد اللي يسير تحت اسفك السلاح فالحرايب ينهزم من وقف ضدة هيبته مجد خلق من تعداها وبالسلام حد سيفه وسط غمده والمروة تعرف الدار بوحداها من أبوها العز وارث ومن جده وامها جود الخلايق وأمداها أكبرت بحسنها اللي وصل حده تاخذ العقول وتطلع محلاها هالعروس اللي بدت كنها من منبع العز مرفاها الجدايل مثل العواد معتادة يا سبحان من خلقها وأعطاها الله 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 العروس روان والحسن له جندة شفناها والرمش والقد وخطاها بنت الأجود اللي بساعة الشدة يبذلون عز الأشياء وأغلاها بنت أبوها اللي عطاياه ممتدة أمها اللي جودها تاجي إعلاها يلعب العب العب فرحوا القروم اللي لهم طيب ومودة لا توزعت على الدنيا تملاها طيبين الفال وفروعهم عدة طب الأصل والفروع وزواياها والقوافي للعريس وقفت عدة محمد اللي يسير تحت اسبك السلاح فالحرايب ينهزم من وقف ضده هيبته مجد خلق من تعداها وبالسلام حد سيفه وسط غمده والمروة تعرف الدار بوحداها من ابوها العز وارث ومن جده وامها جود الخلايق وانداها تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقل